السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتمنى إن شاء الله اللي ما فعلش الجرس يفعله باش يوصلوا الجديد. إن شاء الله هذه المرة جيت بهذا الفيديو تاع لي ساندويتش هادو صحيين وبنان وسهلين بالخبز وبالحشوة تاعهم. ديريهم فاسيلمون ملاح للدراري يدوهم معاهم لي زيكول براتيك ولا دير الخدمة تاعك. دي ساندويتش بنان هايلين. نبداو ديريكتومون بالمقادير تاع الخبز. مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرفة كبيرة سكر، وكاس ماء دافي، وتخلطي مليح هذا الخليط حتى تطلع الخميرة. غطيهم وخليهم تطلع الخميرة بندان 10 مينوت. ومن بعد باش تعاودي تولي تزيدي المقادير الاخرى. من بعد ما طلعت الخميرة زيدي 150 غرام هكذاك تاع السميد رطب، خلطي مليح وعاودي غطيه وخليه يرتاح بندان 5 مينوت. من بعد كيرتاح 5 دقائق تزيدي المقادير الاخرى، هي مغرفه زيت الزيتون ولا زيت التورنوسول، مغرفه صغيره ملح، ومغرفه كبيره تاع السانوج، وتخلطي مليح كامل هذه المقادير. تخلطيهم مليح وتبداي تزيدي في الفرينه بعد ما غبلتيها. زيدي الفرينه بكميات صغيره، وراكي تخلطي غير بلا سباتول، ما يستحقش ميم با هذا الخبز باش يتعجن ويجي خفيف ويجي ما شاء الله. خلطي مليح وراكي تزيدي في لافارين حتى تلم العجينه تاعك تولي متماسكه، ماشي يابسه وماشي طريه، مليحه. هاي اللي درتها اون بول ودرتها شويه فارينه وغطيتها بون ترونسبارون وتخليها الدوب دو فوليوم. ترتاح بيان سور في بلاصه دافيه. هنا نبداو بالحشو. هنا عندي صدر تاع جزبر، صدر قطعته اون لاميل، زدت له مغرفه صغيره فلفل كحل، مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره فلفل عكري، مغرفه صغيره كركم، وعصره تاع نص حبه قارص، ومغرفه كبيره تاع زيت الزيتون، وتخلط وثلاثة سنينات ثوم مرحيين. تخلطي كامل هاد المقادير، تخلطي البولي بيان وتخليه يتمارينا بوندون اون دومي اور لو طون اللي يطيب لك الخبز. غطيه وخليه دو كوتي حتى توجدي الخبز. هنا كي وجدت كي ارتاحت ارتاحت البولي، جوزتو درت له لابانيور في الفرينه، ومن بعد في البيض بعد ما زدت له شويه فلفل كحل وشويه ملح، وديريه وتجوزيه في الشوفان. هاد الشوفان صحي ويجي بنين ويجي كوستيا. كملت كامل الكميه، درتهم كامل لابانيور، جوزي في الفرينه ومن بعد البيض ومن بعد الشوفان، وتخليهم دو كوتي حتى تكوني راح ديري توجدي لي ساندويتش تاعك باش تقليهم باش يقعدوا سخونين بيان سور. من بعد تولي الخبز تاعك بعد ما دوبلا دو فوليوم لاباط، تهبطي لها الغاز لي غاز تاعها وديريها اون فورم دو بودا. وقطعتها هنا اون 4 بول تاع 198 هكذاك غرام، ميم با 200، سا ديبون. تحبي ديريهم دي بول صغار ديريهم صغار. انا درت شويه لي ساندويتش كبار. بعد لا بول جوزيها في سميد رطب، ترمديها مليح في سميد رطب وتحطيها في البلاطو اللي يروح للفوق. بعد ما تكوني شعلتي الفوق على 200 دوغري باش يسخن، وهنا تبداي تيطالي تحبطي في العجينات في لابول، بلاطيها غير بيدك برك، ما تسحقش بالغولو ولا غير باليد. درتها اون فورم دو كاري، ديريها رقيقه باسكو تخمر بالخف وباش ما ديرلكش ما ديرلكش البابا بزاف. بعدا تغطيها وتخليها تريح 10 مينوت لو طون يسخن الفوخ. طيبيهم تمتم ما يطولوش بزاف. فوالا هاي ليك هنا كيفاش ولاو هنا كيفاش بلاطيتهم مليح اون فورم دو كاري. غطيتهم
ومن بعد تخليهم 10 دقائق وتطيبيهم في الفوق حتى يحمروا. هنا قليت هادو بعد ما ارتاحوا قليتهم، وهنا بديت لي ساندويتش، حطيت قدامي كامل لي زانغغيديون، لا طوماط اون ترانش، لا سالاد فيرت، البولي باني، فرماج اي مايونيز. حبيت تزيدي كاتشب تزيدي ولا هريسه، انا درت غير لا مايونيز. هنا فتحت الخبزه، درت فرماج لداخل جلي ايطالي، ومن بعد درت لا سالاد، ودرت 3 ترانش فين ترانش دو طومات، درت فوقهم لا مايونيز، من بعد فوقهم البولي باني، وزدت درت لا مايونيز في لا بارتي الاخرى تاع الخبز، وغلقت لي ساندويتش. وهادو هما لي ساندويتش، جاو ما شاء الله بنان هايلين وعجبوهم كامل. ان شاء الله ديروا هاد الكيفيه وتعجبكم وتقولوا لي رايكم، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو.